الناس دايما بيشجعوا الاهلي فعندهم الزملكاويه في الروح الرياضيه فبيتضايقوا شويه، لكن حازم امام اللي ما بيختلفش على الاثنين لا في الكوره بره الكوره ولا جوه الكوره. بنحاول يعني مع ان الامور بقت صعبه جدا دلوقتي في ظل التعصب ده، بس يعني الحمد لله بنحاول نمسك نفسنا نبقى محايدين. زاد التعصب قوي حتى بالكوره بطريقه كبيره كتير جدا. الكوره اكتر حاجه فيها تعصب دلوقتي يعني للاسف بقى، في كل واحد بيحب النادي بتاعه، كل واحد بس في حقد صار اكتر، في تجاوزات شويه كتير الفتره دي. طب وانت مش بتحس ده حازم من جواك ناحيه الاهلي بصراحه؟ اكيد، وانا بص وانا بتفرج على عادي اكيد طبعا زملكاوي قبلا وقريبا، لكن لازم لما اطلع في التلفزيون كمحلل اشوف يعني اتكلم على ايه بقى ساعتها؟ تتزني طبعا على المنطق طبعا. يعني حتى لو الاهلي بيلعب احسن مثلا من الزمالك لازم تقول، بس لازم اقول اللي انا شايفه. جوه ببقى متضايق وتعبان وزعلان، لكن لما بطلع على الشاشه لازم اقول اللي انا شفته.